بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، هنوريك ازاي الخضرة ديت هنفرزوها ازاي مع بعض، الخضرة للسلطة والخضار طبعا نعملوه ازاي. فهنشوفه ازاي مع بعض هنخزنهم خضرة السلطة. انا جبت هنا خضرة سلطة، بقدونس وشبت وكزبرة، بس دول غسلتهم، نظفتهم وغسلتهم كده وسبتهم شوية يتصفوا. وهوريتكم بقى دول، حطهم في مية بخل، غسلتهم كويس جدا وجيت حطهم في مية بخل وسبتهم شوية. دول معمولين زي دول طبعا، بس انا حبيت اوريكم كده. هنصفي دول كمان وهنخرطوا الخضرة بتاعتنا دي، وبعد ما نخرطها هنوريك هنخزنه ازاي. وجيت رجعنا لكم تاني يا جماعة، وادي الخضرة بعد ما غسلناها كويس ونضفناها. دي خرطنا حبة فيها هتتحط في الفريزر، ودي هتتحط في التلاجة من فوق. تعال نشوف هنعمل ايه مع اللي هتتحط في الفريزر كده مع بعضين. بص، احنا ما نشفناهاش، خليناها مندية كده، يعني احنا خرطنا الخضرة وهي مندية كده لسه فيها ايه بعض المية. حطينا في العلبة من تحت ورق مناديل، ونقول بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. دي هتتحط في الفريزر، هتعيش معاكي طبعا فترة كبيرة. بس اللي بتتحط في الفريزر دي يا جماعة للأمانة يعني مش بتتعمل بيها سلطات خالص، دي للأكل للطبيخ، تحطيها في الطبيخ للمحشي. تمام، وبين واحدة وواحدة بنحط مناديل كده. المناديل بقى دي هتحافظ عليها ليه؟ لأن هي هتشرب المية اللي فيها، هتخليها مندية فهتبقى زي الطازة بالظبط. تمام، بس أهم حاجة بين كل ورقة ورقة، بين كل طبق وطبق نحط ورق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين المية؟ هنحط واحدة كمان، واحدة ورقة كمان، نحاول نضغط عليها كويس عشان تاخد كمية كبيرة. شهر 4 وشهر 5 بتبقى الخضرة فيها كتير كتير وبتبقى طازة وجميلة، فحاولوا ما ايه تخزنوا شوية. هو مش خزين يعني خزين، بس بتيجي في اوقات كده بتبقى فعلا مشحوطة فيها ومش لاقيينها يعني. نحط بقى الطبقة الاخيرة ديت عشان نغطي على العلبة. الورق ده يا جماعة بيحافظ عليها، بيخليها زي الطازة بالظبط، بس اهم حاجة ما تصفيهاش جامد من المية، يعني خليها مندية زي ما هي كده. تمام كده خلصنا اللي هي هتتحط ايه في الفريزر. هنغطي برضو عليها كده ونكبس كده. نغطي العلبة، وادي العلبة بتاعت الفريزر. طبعا احنا لسه هنظبط كده عشان ما يبقاش فيها حاجة من هنا من فوق، ممكن تعمل عفن لو هي فضلت لوحديها بره بعيد عن المنديل. تمام، انا ايدي بس عشان الجوانتي، هنسيبها كده على جنب على المنظفه ونيجي للطريقه التانية. نفس هي هياها الطريقه دي، بس احنا كده هنحطها ايه زي ما هي ديت. برضو هتبقى في التلاجه من فوق، هتعيش معاكي اطول فتره ممكن. لما انا بجيب بتاع الخضره بحطها في الكيسة في التلاجة من فوق، صراحة ما بتقعدش معايا اكتر من 3 4 ايام، لو هي نظيفة او يعني بتقعد اسبوع. حطينا كده، هنعمل كده نفس الطريقة التانية، بس الفرق بقى اللي احنا خرطناها دي هتتحط ايه في الفريزر بالشكل الجميل ده. شايفين الخضرة جميلة وصبحة وطازة زي الفل. بنحطها وهي زي ما هي كده عشان لما نيجي نحب ناخد منها تبقى سرحة معانا كده. اخر طبقة معانا هنحطها برضو بالمنظر ده، بس نسوي كده عشان تبقى سرحة. شايفين الجمال؟ واخر طبقة هنغطيها بورقة مناديل، نكبس كده. بتيجي في وقت بقى الخضرة دي بتبقى مشحوطة، وكمان بنوفر النزول. بسم الله ما شاء الله.
عشان ما تنزليش كل شوية تبقى حاجتك موجودة في البيت، ساعات بتبقي محتاجاها ومش لاقية حد يجيبلك وانتي مضطرة تنزلي، فدي كده بتوفرلك ايه النزول كده. تمام، هنلم الدنيا الزرقاء دي كلها ونرجع لكم تاني. تعالى بقى نعمله معانا الشبت بالمرة. كده احنا عملنا البقدونس والكزبرة، عملنا البقدونس هيخش في الفريزر لان البقدونس بيعيش شوية، والكزبرة هنخلوها في التلاجة من فوق زي ما هي، عدان زي ما هي. الشبت برضو هنحطه كده متقطع وهيتحط فين؟ في الفريزر، عشان الشبت يا جماعة والكزبرة يعني روحهم قصيرة شوية مش بيستحمل، لكن البقدونس هو اللي بيعيش شوية في التلاجة من فوق. نفس الحركة برضو بالظبط، يبقى اهم حاجة ان الخضار بتاعك يكون مندي. لا اله الا الله، نعمل كده. المهم حاجة تكون بين الطبقة والطبقة ورقة مناديل علشان خاطر ايه، تشرب بس المية كده وتبقى مندية وتحافظ على حبة الخضرة اللي عندك. تمام، بسم الله ما شاء الله. خلصنا بكمية، هنغطي بقى الطبقة الأخيرة دي بورقة مناديل كمان. نغطي العلب بتاعتنا ونحطها في التلاجة. الشبت والكزبرة هنحطه في الفريزر، أما البقدونس فهيتحط معانا عدان زي ما هو سليم من فوق كده. تمام، يا رب الطريقة تكون أعجبتكم، وما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وإلى اللقاء.